الحقيقة مؤسسة أطر إدارية وتربوية تأسست كثيرا فقدان التلميذ هذا في ظروف حد الآن لا يعرف أحد هذه الظروف. والمؤسسة عند وصول الخبر يوم الاثنين كتبت الجهود ديالها، مجموعة من التلاميذ تبعوا مجموعة من الملصقات فرقوها في شوارع أصيلة وبالمؤسسة، والإدارة كذلك عبر التواصل الاجتماعي والنسخة الرقمية الخاصة بالمؤسسة كتبت الجهود بإحاطة المساعدة على إيجاد هذا التلميذ. للأسف أن المقعد ديالو مازال فارغ، نأمل ونرجو إلى الله العلي القدير أن يسمع أهله خبر مفرح، ونتمنى أن يأتي هذا الفرح أقرب الأجال، ونتمنى بالسلطات وكل من يهمه الأمر أن يساعد أسرته في إيجاد هذا الطفل المفقود الحدود الآن. بالنسبة للسلوك التلميذ عند وصول الخبر، مجموعة من الأساتذة والإداريين خصوصا الحراسة العامة أكدت أن السلوك التلميذ سلوك ممتاز وأنه مجتهد وأنه يشاطر كافة أصدقائه الاجتهاد والأنشطة التربوية والأنشطة الرياضية. ونتمنى نلقاو هاد التلميذ ديالنا ويرجع للمقعد ديالو إن شاء الله في أقرب الأوقات. تلميذة من مدرسة مغرب العربي، تلميذ إلياس أفضالي، هو تلميذ منضبط وتلميذ السلوك ديالو خاص كي خارج التمارين ديالو وكل شيء ديالو. كنوجه التلميذ يجي يقرا معنا، حنا حتى حنايا خصنا يجي يقرا معنا في المدرسة ديالنا، توحشناه بزاف. طلبوا من السلطة وآخر يقلبوا مزيان ويصيبوا. كان نوجه السلطات تقلب لنا على إلياس أفضالي، كان يا ربي لقاوه خلى بلاصتو في المدرسة وصافي، كيما وبا ما حنا يا ربي لقاوه وصافي، كنتمنى من السلطات يلقاوه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.